ولكن تظل دائما هذه المباراة لها نكهة خاصة، لها بريق خاص، هي اللي بتطلع اللاعب لسابع سماء أو بتنزله. وبالمناسبة والنادي الأهلي لما بيجيب لعيب ما بيجيبوش عشان خاطر هو هيلعب ماتش واحد كويس، لا، النادي الأهلي لما بيجيب لعيب وبيدفع فيه فلوس بيبقى معمول عليه دراسة كويسة قوي 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 قوي، يدفع فيه قد إيه لمدة كام سنة. عشان كده النادي الأهلي جاب حسين الشحات، وخلال الفترة اللي فاتت الخمس ست شهور اللي فاتوا كنت دايما أقول لكم، لأن أنا تحديدا عديت بالمرحلة دي، لكن خلال الفترة اللي فاتت كنت دايما بقول لحضراتكم إيه، إن حسين عليه ضغط كبير قوي. لما الضغط ده اتشال شفتوا حسين عمل إيه؟ هو اللي عمله حسين ده لسه ما وصلش 50-60% من مستواه بالمناسبة في الماتش ده، ولكن بشاير حسين الشحات اللي انتوا شايفينه ده، القطعة والباس والأوفر والحاجات اللي كان بيعملها والهدف اللي جابه دلوقتي والهدف اللي هيجيبه لكم سمير بعد شوية، هو ده حسين الشحات. هي دي الفرحة اللي عند لعيبة النادي الأهلي. بصوا الجون ده يا جماعة، جون جميل الحقيقة، يعني واحنا قاعدين بنتفرج عليه بتبقى مبسوط ان انت عندك لعيب بهذا الشكل. فالنادي الأهلي لما بيجيب ناس او لما بيجيب لاعبين بيعمل ايه؟ بيدرس الموضوع من كل جوانبه مش من جانب واحد فقط. في معايير معينة بيتم اختيار اللاعبين على اساسها. مش اي لاعب يلعب للأهلي وخلاص. بتحصل طبعا بعض الامور الخاطئة او يعني بتبقى نظرتك في اللاعب، الناس اللي بتيجي ساعات بيبقى ليهم نظرة بتطلع خاطئة، انا شفت اللعيب ده كويس، بتحصل بس بتحصل. شوفوا النسبة في النادي الأهلي قد ايه وفي بقية الأندية قد ايه، مش نادي واحد، بقية الأندية بالكامل قد ايه. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه وهو ده اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. حسين الشحات لعيب كويس قوي. حسين الشحات كان يحتاج مساندة الجمهور، وبالفعل اللي حضراتكم شفتوه او البشاير اللي شفناها من حسين الشحات في مباراه امبارح او في المباراه بتاعت المقاولين يوم الاربعاء اللي فات، هو ده بشاير حسين الشحات. السنه قدامنا طويله، السنه قدامنا فيها مباريات كثيره، ربنا يبعد عنه وعن كل اللاعبين الاصابات، ان شاء الله يلعبوا السنه بالكامل وهتشوفوا لعيبه النادي الاهلي دي هتعمل ايه. ودايما كان عندنا او من خلال النادي الاهلي دايما عندنا سياسه، سواء في الإدارة، وتعلمناها من إدارة النادي الأهلي الحقيقة. وأنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت، قلت لكم إن كان في بعض الوقت كنت دايما أروح للمسؤولين أقول لهم يا جماعة طب خلونا نرد إحنا على بعض الأمور اللي بتتقال غلط، إحنا شايفين إن هي غلط بالمرة. يقول لك يا جماعة لو سمحت، هي سياسة النادي الأهلي الرد من خلال الأفعال وليس الأقوال. معظم لعيبة النادي الأهلي هي كده. حسين الشحات كده خلال الست شهور سبع شهور اللي فاتوا عمل إيه؟ تعرض لانتقادات كبيرة جدا 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 ومننا في بعض الأوقات، ولكن ما ردش، ابتدى يعمل، ابتدى يتمرن، ابتدى يشيل الضغط اللي عليه ده شوية، ابتدى يعمل يشوف الصح ايه ويعمله. فرجع حسين الشحات، لا لا مش حسين طبعا، لسه بدري يا حسين، لسه انا عارف حسين لما يلعب بيبقى عامل ازاي، لما يبقى في قمه مستواه كده لا احسن، يعني ممكن لوحده يشيل الجبهه اليمين دي هو مثلا واحمد فتحي ومحمد هاني ووليد سليمان، اي حد فيهم يلعب يموت نفسه في الحته دي مفيش مشكله. لكن البشاير حلوه، البشاير حلوه. فاللي احنا دايما بنسمعه والكلام اللي احنا بنسمعه ما بنردش من خلال كلام، بنرد من خلال افعال. وبرضه ناس كتيرة جدا، أنا معلش هتكلم على اتنين تلاتة لعيبة معينين لأنه كان مهم جدا إن أنا أتكلم مع حضراتكم عليهم. تاني لاعب بالنسبة لي، كل اللعيبة أبطال وكل اللعيبة تحملوا صعاب، يعني والله كان في لعيبة بتكلمني بيقولوا لي مش إحنا، مش النادي الأهلي اللي يتقال عليه كده. مش النادي الأهلي اللي يتقال عليه كده. قلت لهم ردوا من خلال الملعب، وهم كانوا بيقولوا إحنا هنرد من خلال الملعب. فواحد زي رامي ربيعة مثلا، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، يعني واحد من افضل المدافعين في مصر، مش كلامي كلام كل الناس، هيستفيد منه منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه كمان ان شاء الله يقف بس على رجله اكتر واكتر. رجوعه وعودته حاجه جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين، بتقفل منطقه كان من الممكن ان يحدث فيها اي امور خلال الفتره اللي جايه.
لكن عودة رامي ربيعة مع ياسر إبراهيم مع أيمن أشرف مع إن شاء الله واحد من كباتن الفريق سعد سمير يرجع بالسلامة، الأربعة دول يعملوا لك كده تخليك قاعد مستريح إن أنت عندك أربع استوبارات أو أربع سردباكات إيه تقال يعني كويسين في المكان ده. فعودة رامي ربيعة برضو أهم واحدة من أهم المكاسب في هذا الدوري. فحاجات كتيرة قوي الحمد لله ربنا كرمنا بيها. معسكر أسبانيا أنا سمعت البعض بيقولك إيه ده يا جماعة بيضربوا